عندي تمرين لازم اعمل نتيجة بس عندي اصابة، شو بعمل؟ السلام عليكم، انا محمد مناف ذا 50 كوتش. اصدقائي لو بتعرفوا، لو متابعين انتم للقناة من قبل فبتعرفوا شو هي الفقرة، لو اول مرة بتتابعوا القناة حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. هاي فقرة اسمها أسئلة المتابعين. هالفقرة بجاوب فيها إن شاء الله على الأسئلة كلها اللي في الكومنتس، مش كلها يعني، ولكن قدر الإمكان بحاول اختار الأسئلة اللي ما وردت من قبل والسؤال يلي إن شاء الله بيفيد الكل. أوكي، فاشتركوا بالقناة وتابعوني وإن شاء الله بقدر ساعد قدر الإمكان. أوكي، هلا سؤال اليوم من أحمد Q8 يعني من الكويت. كابتن أرجوك جاوبني، انا عندي اصابة في كتفي، حتى لو اعالجها ما اقدر اشيل اوزان ثقيلة جدا، مع العلم اني حاب اضخم، شنو الحل؟ انصحني وعلمني طريقة استفيد منها مع العلم اني اشيل اوزان متوسطة. اوكي اخي احمد، اول شيء معافى ان شاء الله، وسؤال مهم جدا جدا جدا. الاشخاص يلي عندهم اصابة وهالاصابة هي بتضايقهم، بتعيقهم من التمرين بشكل سليم، ما بتخليك تشيل اوزان ثقيلة، شو الحل؟ هل يا ترى وقف تمرين؟ اذا الدكتور قال لي ما في داعي توقف تمرين ولكن حاول تمرن باوزان خفيفة، فعندي حل. لذلك شو الحل؟ خلينا نفكر شوي. الهدف من التمرين، الهدف من الروحة على النادي شو هي؟ الهدف من ذهابي للنادي اني اعمل اكبر قدر ممكن من الاصابة او الدامج للمسل فايبرز، للخلايا العضلية مش للمفاصل، تمام؟ فلذلك بدي حاول اثناء ذهابي للنادي للصالة، فبدي حاول يعني اخلق اكبر قدر ممكن او اصعب تمرين ممكن، اكبر ضغط ممكن على العضلات بدون ما اشيل اوزان ثقيلة. كيف يعني؟ اتعلمنا بالفيديو الاخير يلي حطيته اسلوب اسمه جاينت سيت، تمام؟ اخي احمد والاصدقاء كلهم يلي ان شاء الله ما حدا يعاني من اصابة، ولكن يلي عنده اصابة لاحظ التمرين يلي عملته اثناء تمرين الجاينت سيت، لاحظ الاوزان كلها خفيفة للمتوسطة، تمام؟ ولكن كيف بقدر حط بوزن متوسط او وزن خفيف ضغط على العضلة؟ بقدر حط الضغط على العضلة بانه ما ريح نهائيا، حيكون الضغط شديد على العضلات، والضغط اللي بيسموه البومب ضخ الدم على العضلات يعني هائل بدون ما تحط اوزان. صدقني جاينت سيت هو واحد من الاساليب يلي بتمرنها اثناء، انا عندي اصابه بالركبه اليسار، تمام؟ فاغلب الاحيان بتوجعني اثناء تمرين اوزان كبيره، فبحاول قدر الامكان اتمرن جاينت سيت او سوبر سيت او تريبل سيت او دروب سيت، اي واحد من هالاساليب التمرين ممكن تفيدك بدون ما تحط وزن هائل او ضغط كبير على المفاصل. يا جماعه التمرين بالاوزان الكبيره فيه ضغط يعني كبير جدا 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 على المفاصل، فانت لا قدر الله عم تأذي حالك يعني مش بشكل مباشر ولكن عن طريق تمرين بعد تمرين بعد تمرين. فنحن بدنا نحاول نكون قدر الامكان بصحه وعافيه، نقدر نتمرن اكبر قدر اطول فتره ممكنه، تمام؟ ما بدنا نتمرن سنتين زمان بعد نقعد بالبيت عشان عنا اصابه. حاول تمرن باسلوب ذكي، حاول حط التنشن، حط الضغط على عضلاتك بدون ما تشيل اوزان كبيره. كيف؟ حكيت لك عندك الجاينت سيت بتساوي 7 او 8 حركات بدون استراحة بيناتهم، عندك سوبر سيت بتعمل حركتين تكرار 12 لل 15 كمان بدون استراحة، بتحط تنشن كبير على العضلات. عندك الدروب سيت بتبدأ بوزن عالي، ما تعمل وزن عالي كتير عشان الإصابة اللي عندك، وبعدها بتنزل الأوزان بدون استراحة كمان، بتشيل مثلا بتساوي 8 تكرارات بتنزل وزن. رح نتعلم الدروب سيت. فالمهم في عندي أساليب كتيرة اقدر حط فيها ضغط كبير على العضلات بدون ما ارفع أوزان ثقيلة. جرب الجاينت سيت او التريبل سيت او واحد من الاساليب اللي حكيتهم، ان شاء الله ان شاء الله رح تلاقي فرق صدقني هائل بدون ما تحط اي ضغط على المفاصل، تمام؟ anyway روح على الدكتور وشيك، ما تهمل حالك وان شاء الله معافى.